أسرتي. النادي باظ، النادي ضاع، النادي تعب. حضرتك عملت لي إيه؟ حضرتك بتيجي الجلسات بتاعت المحاكمة؟ لا، حضرتك لما توقف الكيت حضرتك جيت معايا اتحاد الكورة؟ لا، حضرتك رحت معايا بقى؟ لا. طب أنا عندي جلسة مش عارف تقول 18 ولا 19، 8 19. حضرتك هتجي لي؟ لا. لا. روح حارب. يلا. إنما يكفيني شعور جمال أمي المحترمة، أشعارهم طيبة، ويكفيني جماهيري اللي بالملايين المحترمة اللي هي بتعمل مظاهرات على الفيسبوك، وأنا عايز ده مش أكتر من ده، عشان إحنا ما عندناش حد هوائي، ما عندناش لاعب قال مش عارف إيه حطه صح، ورئيسنا دي ما عقبوش، ما عنديش تلات لعيبة بيشخ على نفسهم بتوع امبارح، ولا مروان ده انت وسط ايد بامير المرتضى عشان تقعد معاه، رايح تعمل درس ونفس الكلام اللي بتقوله ده انت ولاد التاني اللي لا تفهم منك ده والتاني، ها؟ فين ناديك؟ فين مجلس ادارتك؟ مجلس ادارة ايه؟ اذا كان امين الصندوق بيقول نفس الكلام، قلة الادب سهلة، ولما تيجي ترد بتعيط وبتلطم وبتشتكي، لما احنا مكملين ان شاء الله ربنا يوفقنا ونبدا ونشتغل ومنقش اي عقبات. بعد ما نخلص هسلم عليكم وابوسكم عشان ده بيضايق ناس كتير. ف الحمد لله على السلامه بقت كتير، بقت تزهق وبتجربوا. قعدت سنه بره النادي خرب، والخرب خارب يا لبيب، تقول لي انا واخد بطولات بتاعت لعيبتي ومدربيني، وانت ايام ما طلعت قبل ما يطمعوك على الكرسي، ها؟ قلت ده الفضل الاول بعد ربنا، المستشار مرتضى دول لعيبته وده جزء هو ده. تمام؟ ربنا كرمنا واختبرنا بمنحه في سجن وادي المكرون عند الشيف البلجيكي. شهر النادي خرب. ويقول لك احنا خسرنا افريقيا. ايوه، لانه اول ماتش في تونس الصبح راح خبر حبس رئيس النادي. طب اعمل ده في النادي الاهلي اللي الرئيس هو بيتحبس، ما عندوش حد بيتحبس ولا بيتحبس ولا بيتجمد ولا بيتحل. اوعى تعمل مقارنه. مقارنه بايه؟ ده كويس ان النادي ده عايش وخدت 13 بطوله في حوالي شهر، رجعت لقيت النادي زيرو. وانت لما تروح تلعب ورئيس ناديك محبوس، انا كلاعب مين هيديني الفلوس؟ عادي، استقرار. طمني اللي حصل لنا خليه في النادي الاهلي. مجلس ادارته ليش علاقه بالجمهور واعضاء جمال امين، مش هياخد حاجه. وبعدين يا ريت احنا عندنا اطهر الطاهر. تخيل انا كده وانا نايم في البيت كان عندي قضيه في محكمه ما رحتش الجلسه، قالوا لي هي انت كسبت القضيه. ازاي؟ قالوا لي انت كسبت القضيه. هو ايه الجهد اللي اتعمل غير ان اطهر الطاهر ضيع ضرب الجزاء؟ ومشينا بقى بعد كده بقى الخناقه بتاع الرجاء رئيس النادي والنادي بتاعه، واستقالوا، وبعدين النادي الترجي الجمهور شتم بعضه وضرب بعضه، وسته اتعوروا، والجماعه بتوع المغرب بتوع الوداد لما جيهم هنا مشكورين، احرف لاعب عندهم بدل ما يلعب راح عمل عمليه الزايده الدوديه في القصر العيني. خلاص كفايه بقى، اوعى تقارن الزمالك باي حد تاني، اوعى. شايف تاني يقول لك ايه؟ الاهلي يكسب الترجي يشتموا رئيس نادي الزمالك. يا ابني اشتم، المفروض رئيس النادي الترجي هو اللي بيشتم، ما تكونش انا اللي بلعب. رائد الرجاء يروح شاتمين رئيس النادي الزمالك. هو انت عايز تشتم وخلاص؟
ولا ليكوا قيمه ولا ليكوا لازمه، مش عندنا، عند الملايين من جماهير الزمالك. وعرفوا انكم قبيضة ليات تقبض، دول بتوع لبيب ودول عباس ودول زفت الطين ودول هباب، ولا ليكوا قيمه ولا ليكوا لازمه. الناس عماله تتفرج. يقول لك ايه، هو ليه ما اشتكاش كهربا عشان ما يلعبش الماتش؟ انت متصور احنا قدامنا شكوى لجنه الضباط في اليوم دول هتمنعه من اللعب؟ انت بتكلم بجد ولا بتهزر؟ طيب هو انت متصور ان كهربا لما لعب تألق؟ لا، ده اتغير. هو كهربا لما اتغير مش الجون جه؟ اه، يبقى ايه دوره؟ لا احنا عايزين نشتم. ما انت عارفين انسان طويل، قلت قبل كده مش عاجبه يشرب من الخراره، مش عايزين اللي تدم. وبعدين مش كل حاجه، مش كل ما يعرف يقال. لا ده مش هينسحب من السوبر، مش هيعتذر، اعتذرنا. لا انا مش هقدم شكوى لفيفا، قدمنا. طب ليه ما قدمش؟ لا انا مش شغال عندك خالص، ده مجلس اداره منتخب محترم ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب في اللي انت مش فاهمه. مش هفسر اكتر من كده. انت فاهم احنا بنعمل كده ليه وما بنعملش كده ليه؟ انت فاهم؟ لا انا عايز اقل ادبي، لكن جمهور الزمالك العظيم بيرد على الحال دي، يرد دلوقتي انا شايف بيرد عليهم. الوقت المناسب هنقدم عشان يوقف كهرباء في الوقت اللي يناسب مجلس الاداره اللي موجود. وهات لي اي مركب في الدنيا، اي مركب بيسوقها اثنين او طياره بيسوقها اثنين، بتقع، بتغرق، بتغرق. ما بالك بقى هنفترض ان نادي الزمالك ده سفينه ماشيه حوالي 20,000 عايزين يسوقوها. طب ما نروح يمين؟ لا نروح شمال؟ لا نرجع ورا لقدام؟ هتغرق تاني، هتغرق. فأنا سعيد بالجماهير المحترمة اللي بترد على العيال دي، ولا وصاية على مجلس الإدارة إلا ضميرنا وربنا سبحانه وتعالى وقضاء جميع ربنا. آه دورنا نسعد الجماهير، بس مش دوري إن 20 عيل أو 30 أو 40 أو 50 عيل هيقودوا النادي، ده مش دورنا. نرجع بقى لسبب المؤتمر النهارده، هو نادي 6 اكتوبر. بس قبل ما اتكلم عن نادي 6 اكتوبر، انا رجعت لقيت عشان تضم الابن من فوق السلم او الزوج او الزوجه تعمل فصل، او الست اللي اتطلقت كان 30,000. أنا عملتها على مسؤوليتي 6,000. وكان قبل ما أمشي كانت التوامع الأب والأم والزوجة عشان تجدد بتدفع 350 جنيه، البنات عملوها 1000 جنيه. فأنا خليتني 6,000 ودي 350. تقول لي وأنت صفتك إيه؟ أرد عليك. ما إحنا مش هتسيب اي عين الا ادبه في اي حته. مجلس اداره بالاجماع خد قرار، مرتضى منصور رئيس اللجنه العليا للعضويات والاشتراكات وله كافه صلاحيات مجلس الاداره دون الرجوع للمجلس. تمام؟ عشان يبقى اجراءاتنا سليمه. عشان يبقى اجراءاتنا سليمه. تاني، مرتضى منصور رئيس اللجنه العليا للاشتراكات والعضويات ومفوض من قرار مجلس اداره وراح للسيد الوزير المديريه، ومفوض من المجلس باتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس. احنا بنعمل خدمه للناس، احنا بنيسر للناس.